كان لي يقول لي بابور قارص ميشينكش، كان لي يقول لي حشاكم بقرة. خطرا يعني في السوق تخيلوا كنت نمشي شخص راجل توقف خزر فيا هكا حبس وخزر فيا وقال لي حلوفة. مشيت بلي أنا وزني ربما جرح شخص ولا وزني أثر على شخص ولا وزني ربما خدش الحياة. مرحبا، أنا عبير ربيعي، إعلامية جزائرية وصاحبة محتوى رقمي يهتم بالنساء البدينات. المحتوى الرقمي أطلقته في 8 مارس الفارط بمناسبة عيد المرأة، والانطلاق كان عبر هاشتاغ اللي كان جميلة ولو بوزن زائد. حقيقة هذا المحتوى لم تكن انطلاقة نتاعو من عدم، بل كانت عن تجربة شخصية، لأنه كوني صحفية وكان حلمي أن أكون مقدمة أخبار، يعني حلم منذ الطفولة، ولكن للأسف منحت من تقديم الأخبار والظهور في الشاشة فقط لأنه وزني زائد. يعني ربما هذا يعني كان ربما ألم، يعني وحسيت أنه وزني منعني من تحقيق أحلامي. أنا في كلما كنت صغيرة كنت رقيقة، يعني أنا سمنت ربما ما عنديش، عندي بعض 5 سنين فقط بديت نسمان. بديت نتلقى بزاف من التنمر خاصة في الشارع وفي المجال العمل تاعي. كان لي يقول لي بابور قارص ميشينكش، كان لي يقول لي حشاكم بقرة، كان لي يصفني بكل الوصائف. تخيلوا كنت نمشي شخص راجل توقف خزر فيا هكا حبس وخزر فيا وقال لي حلوفه، ويعني قالها بواحد الطريقه يعني تاع انسان يعني وقح، يعني قالها بواحد الطريقه على بالك انخلعت ما قدرتش نجاوبه لانه فضلت اني نروح ونسكت وكاني ما سمعتوش. وانا مشيت هو بقى هكا يخزر فيا بواحد الاحتقار، بواحد وكانه وزني راهو رافضه على ظهره. لكن انا ما نكذبش عليكم، انا شخصيتي قويه وما يهمنيش التنمر لاني انا واثقه من نفسي ومقتنعه بذاتي، والدليل اني درت محتوى ندافع على النساء البدينات. انا ربما من خلال محتواي اليوم احاول ان اروج لفكره الاختلاف والتنوع. يا ناس نحن مختلفون، نحن متنوعون، الله خلقنا مختلفون، لماذا دائما نشوف ان معيار الجمال هو المراه النحيفه، المراه الطويله، المراه الرشيقه؟ لا، الجمال اراه انا شخصيا لا يقتصر على النحيفات، بل حتى البدينه امراه جميله. نشوف انه مقاييس المرأة البدينة في اللباس تقريبا منعدمة، يعني انا شخصيا باش نلقى مقاسي يعني نتعب بزاف، وحتى لو لقيت المقاس تاعي نلقاه يعني مش الشيء اللي راني حباته، مش الشيء اللي تابع للموضة، ونلقاه بسعر يعني مرتفع جدا. ربما نشوفوا انه بعض المحلات تنتهي الفرصة لأنه إحنا ما عدناش مقاسات تاعنا، يعني ترفع السعر، وهذا أيضا ربما حسيت أنه استغلال وتمييز للمرأة البدينة. الآن نشوف أنه العالم يوظف المرأة البدينة لعرض المنتجات تاعهم، مثلا أكبر الماركات العالمية اليوم تتجه نحو النساء البدينات، أكبر المؤسسات الإعلامية توظف النساء البدينات فقط لتنشر ثقافة الاختلاف وثقافة التنوع. أنا أشوف شيء عادي، يعني الوزن يعني هذا ربي خلق البدين وخلق النحيف، يعني لازم على الناس هادو لازم يتقبلوا الاختلاف،
نحن البدينات ما راناش عائق على المجتمع ولا رانا عائق على المؤسسات، بالعكس احنا كما اي وحده ربما نحيفه، وحنا دوكا نطالبوا اننا نعيشوا، خلونا نعيشوا يعني مرتاحين، خلونا نلبسوا عادي واش نحبوا. رسالتي لكل امراه بدينه نقولها ثقي في نفسك وما تتخبيش في البيت تاعك وما تتخبيش تحت الارض وما تكونيش في الخلف، كوني في الواجهه. ورسالتي حبيت نقول لكل امراه جزائريه وكل امراه عربيه، عاونيني باش نلحق صوتي، عاونيني باش نرفع التحدي، لانه اليوم انا صحيح انه الهاشتاج يعني لقى رواج، لكن مازالني نحس راني وحدي. انا حبيتكم تعاونوني باش صوتنا يوصل، باش نرفعوا التحدي، باش نبينوا للعالم ونثبتوا للعالم اننا جميلات، اننا نقدروا نكونوا في كل الاماكن ونقدروا نكونوا في الواجهه.